بصح نكذب عليك خويا يوسف، كانت عندي كان عندي احساس، كنت خايفه، ما كنتش حاسه، ماشي ما كنتش حاسه بلي حيجيني وليدي مريض، بصح كنت خايفه. ما على بالك كنت خايفة. خايفه وكانت عندي نقطه استفهام، ما فهمتش علاه، وكين زاد الياس نضل نعس فيه، شغل شو واحده ويستنى في حاجه هكاك. نهار الاول اللي شفته كان عند جده، عند عجوزتي، انا كي خزرته شفته، عجوزتي ما فاقتلوش بصح انا شفته، قلت لها واش به الياس، قالت لي والو، سكت، ما قلت لها حتى واحد، خليتها في قلبي. كان قريب رونديفو تاع عبد الصمد عند نوروبيدياتر، درت له، كنت ندير له دي فيديو هكا كي كونفيسي، كي نكون وحدي ندير له دي فيديو، ووريت لها، قلت لها مي طبيبه شوفي وشوفي، قالت لي ابون، قلت لها قالت لي عطيني نشوف، شافته قالت لي نديروا له لو جي ونشوفوا. كي درنا له لو جي راني شافيها، كنت في الكولوار نستنى في الريزولتا، جات عندي قالت لي مدام مالوغوزمون كيف كيف. نكذب عليك يوسف نقول لك زعفت ولا بكيت، هذاك الوقت ما درت حتى رده فعل، بقيت شادتها حتى وصلت للدار، بكيت، خرجت، ما خزرتش وليدي كامل ذاك النهار، ماشي ذاك النهار، هذيك السويعه، ما عاد استغفرت ونط، قلت الحمد لله، باسكو هذا المرض، هذا مرض وراثي، علاش ما كاش كامل في لافامي ابار ولادي، صافي ربي حبني انا وراجلي، ميم في لافامي تاعي، ميم لافامي تاع الزوج، ما كاش اللي عندهم هذا المرض، كامل اطفال عاديين الله يبارك، ربي بقى عليهم ستر ان شاء الله، غير ولادي، علاش ربي خيرني انايا؟ وعلاش خير الزوج تاعي؟ الحمد لله باسكو يحبني، انا عندي نعمه كما كانت تقول الاخت ما قبل، ما عنديش نقمه، بصح هنا في بلادنا ما نكذبش عليك تعبت، نكذب عليك تعبت ملي زاد عبد الصامد شويه، كي كان غير عبد الصامد شويه كان كيفاش نقولوا الحمل شويه بصح دوكا شو كان عندي بروجي باش نبني باش ندير هذوك الدراهم كامل، وين يقولوا لي باسكو ما حبوش يحبسوا لي كريز، وانا على بالي لي كريز واش هم يديروا، انت جيب قلم اكتب وانا نجي موراك نمسح هكاك، وليدي ديفلوبا لي كريز يفاسو، انا نحوس غير نحبس لي كريز، كاع لي ميديكامو شربوهم اللي كاين هنا في الجزائر واللي كاين في الخارج، ما كاش طبيب خليته، حتى الطبيبه قالت لي مدام نعلي بليز حبسي مادام ما كيتخلطي ثاني ماشي مليح للطفل، هذه في عبد الصامد، شوف واش كان عندي منقوشه تاع الذهب، بعتها على جال وربي حاسبني واش راني نهضر، درت المستحيل، جريت، تعبت، رحت لايروبور، طلبت في الناس جيبوا لي الدواء لوليدي، الدواء غالي بزاف ما قدرنالوش، الدواء ايماجيني انت يا صابغيل مليون ونص، كنت نسحق صابغيل وي مليون ونص، مليون ونص لباطا، نسحق 3 بواط في الشهر، ربع ملايين ونص، انا راجلي عامل بسيط يعني بحري، يخدم في قطاع الصيد البحري، نهار كاين نهار ما كاش، نهار ما كاش، نهار كاين اشهر ما كاش، والله العظيم ربي حاسبني على واش راني نهضر، ربع شهور ما حطوش رجلهم في البحر، وهذو دراري كيفاش؟ انا هذه اللي هلكتني. شوفي مدام الهضره اللي حنقولها بالك يعني مانيش حابها تجرحك يعني شغل ماذا بيا شغل نقولوا كلش للناس. انا قلت لي واحد الهضره، قلت لي كي جيتي عندنا للبيرو قلت لي انا نروح للايروبور ونبدا سمحي لي على الكلمه نطلب باسكو ولادي ايماجيني انت طفل وكان دوكا نوغو معنا تحكي لك واش معناتها تحبس له الدواء، واش معناتها تحبس له الدواء، واش يصرى له ابا في الكورونا عبد الصامد والياس قعدوا شهرين بلا دواء، واش كان يصرى له؟ ما يحبسوش لي كريز، قادر قلبه يحبس كونفيسي واش معناتها؟ عبد الصامد لحقنا وين وصلنا لمرحلة الجلوس مع لي كريز عاود ديكرادا. قلتي لي الدواء صابريل هذا يجيبوه لك كيف محسنين؟ ايه من الخارج ما كانش هنا في الجزائر وإيربانيل كاين دي ميديكامون بزاف شربهم كاين وين واحد راح لي لونون تاعو 2,200,000 لباطة والله العظيم 2,200,000 دوكا ساعات نشري ساعات كاين اللي هكا يلاقيني ربي في ناس تاع خير يقولوا لي لا ما تخلصيناش انا نعطيهم اوردونونس يجيبوا لي على اساس باش نخلصهم الله يكثر خيرهم بصح كثر خيرهم بيان سور بصح شعال يدوموا لي بصح كاين ثاني اللي داولك دراهمك بلا ما جابوا لك دواء خليهم هذوك ربي يعني ماشي برك باش احنا اكيد كاين يعني هذو السوق السوداء هكا المارشي نواغ هذا
دوكا انت الدواء هذا صابغي اللي يديروا النورمال مو 48 اورو ميم كيتصرفها هنا ماشي مليون ونص مليون و600 ابا مليون و600 مليون كاين اللي ديما مهضرت معاهم قولوا لي وصلنا حتى شي حتى 2 ملايين في الكوفيد كيغلقوا استغلوا الفرصه انت تغتني من الفرصه في دراري كيما هكا ابا كانوا يشروه ب 40 اورو يخلصوه ب 2 ملايين اوربانيل اوربانيل ايماجيني شحال يدير 3 اورو في فرنسا 3 اورو روح شريه انت في الجزائر 250000